شاعر القمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ثاني حلقة من شاعر القمة نرحب بكم جمهور وضيفنا العزيز الشاعر والمنشد شايع العيافي. نرحب بكم جمهور حاضر وجمهور خلف الشاشات وبلجنة التحكيم. ناخذ كلمة من ضيفنا وننتقل للجنة التحكيم. مرحبا ومسهلا يا ابو فارس. الله يبقيك عيفان ويبارك في عمرك. والحقيقه انا الليله سعيد جدا صراحه بالتقائي بالوجيه الغالي علي، سواء اخواني الشعراء ولا اخواني المشاركين في البرنامج. وانا اعتقد اني ان شاء الله محظوظ اليوم انكم اخترتوا اسمي من بد العالم موجود. انا عارف فيها اسماء يمكن احق واجدر منها تكون محلي هنا الان. الله يعطيكم العافيه، وانا صراحه اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله انكم مجددين بالتوفيق. الله يطول عمرك ويسلمك. أنت من الأسماء اللي تضيف للمكان، أنت من الأسماء اللي تشرف، أنت من الأسماء الكبار، أنت من الأسماء اللي يضيفون للبرنامج. والله يا أبو فارس تقول كلام ذا من تواضعك. مع لجنة التحكيم نبدأ عند أخونا مرهب وكلامه وضيفنا. يا مرحبا ومسهلا يا أبو فيصل. الله يبقيك يا يرحم والديك يا أبو فيصل. فارس نموذج يقتدى به لا في الشعر ولا في المرجلة، ودائم متجدد شعرياً وصوتياً حتى شكليا ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يطول عمرك. شكرا يا ابو فيصل. الله يرحمه. اخونا فالح الغنامي. يا مرحبا يا ابو فارس. الله يبقيك يا فالح. شرفتنا الله يحييك. ابرك ساعه اخو عزيز ومجمل، وانت طال عمرك من الاشخاص اللي ما هو علشانك تسمع، والله شاهده لله انك من الاشخاص طال عمرك اللي تحس ان الجميع متفقين على كلمه ونعمل اجى طريق. الله يرحم والديك. الله يحييك يا ابو فارس. طيب يا فارس بارك فيك. هذا وش الشيء الثاني؟ لا تاخذنا علشان شطحات مرهب. مرهب الحلقات الجايه ضيوفنا بياخذون تعهد انهم ما يتدخلوا ولا يقول شيء. هذا ما عندهم حل الا كذا. الله يطول عمرك يا فارس. ننتقل لاخونا معتق العياضي. الله يطول بعمرك ومرحبا استاذنا شاعر العياضي. يرحم والديك. الشاعر اللي انا اتابعه والله العلي العظيم قبل ادخل مجال الشعر اني اتابعه. الله يرحم والديك. واتابع محاوراته. الله يرحم والديك ويبارك فيك. وابرك الساعات وابرك الليالي اللي تجمعنا. الله يرفع قدرك. يرحم والديك يا معتق، شاكر لكم. بعد كلام لجنه التحكيم وترحيبهم ضيفنا الشاعر والمنشد الكبير شاعر العيافي، نبي ننتقل مع ضيفنا بقصيده وطنيه قبل الاسئله وقبل المحاور. ابو فارس في قصيده وطنيه اللي اطهر ثرى، نبيك تسمعنا اياها طال عمرك. والله الحقيقه رغم اني ترى ماني بحافظها كويس، لكن القصيده هذه والله انا كتبت نفسها. انا يمكن مقل ويمكن اجمل الشعر واصدق الشعر هو الشعر اللي يقال في الوطن، لكن القصيده هذه كان لها يعني سبب معين وكتبت القصيده نفسها. ما يطول عليكم، صلوا على محمد. هز القصيدة أحداث وقته وغنى. طيب حنا أهل الوقفات، لا من حكينا يدرابنا، لا من تقافة ضعنا وتجض منا الأرض، لا من حدينا أطهر ثرى وأطهر بيوت تبنى. ضاقت مداخلها على المرجفين، تباينت وتوايقت رؤوس الثعالب وبنا. وحنا اليابن نالها ما اتقينا، نسرج عزوم في اللقاء ما تثنى، نبطش بها وتفكنا لا بلينا، ما فيه وقت الضيق منا ومنا، ما فيه دون حلوقنا الا ايدينا، ماجور من طعن الظهر يا وطننا اللي طعننا لو نسى ما نسينا، ماجور من طعن الظهر يا وطننا اللي طعننا لو نسى ما نسينا، نجمع حبوبه للرحى وانطحنا دربه لدرب اسلافه الاولين، لو انحنا من وتلي تمنى رحنا ما راح منه ما عاد جينا. لا شك حنا اللي يقيل حنا يفرح ابنا بالوقت، من يرتجينا من ضاق في سبع الاراضي زبنا، يبلش بعمره لن يزبن علينا، نعلم التاريخ لا نشد عنا ولا الرخم من حظهم ما درينا، دار بها سلمان زبنا مجنة للمن والايمان، دار بها سلمان زبنا مجنة للمن والايمان، حرز مكينة ومحمد اللي دونها ما تونى، أدنى طموحاته على الفرقدين في ظلهم نضحك، في ظلهم نشمة ولحد، في ظلهم نغب ولحد غبنا، نضحك ولا تشمت ابنا الشامتين، نود السعد يكفخ وطايره غنى، والعاقبة بشر بها المتقين. سلام. الله الله.
الله يصح لسانك وبدل ما يقال في الوطن وبيض الله وجهك على مشاعرك اتجاه الوطن ومشاعر كل شخص وفي ورقبته بيع على الوطن. الله يطول عمرك ويسلمك. نبي نبدا في اسئلتنا يا ابو فارس. تفضل. حنا في اختلاف في ساحه الانشاد عن اول شخص شل او قال من شعر. انت طبعا ما يختلف عليك اثنين انك شاعر ومنشد، وفي اختلاف انك في سنه 1428 هجري انك شليت في مزاين ام رقيبه وكان في وكان اول انطلاقه عندك انت. في ناس يقول عند ابو فارس وفي ناس يقول عند غيره، وش تعرج ابو فارس على الموضوع ذا؟ والله شوف الانشاد هو احنا كبيئه بدويه، اغلب البيئه الوطن العربي بشكل عام بيئه تنتمي للبداوه بشكل او باخر، وبالذات السعوديه عندنا، يعني غالبا ما يغني الناس في اغلب اوقاتهم اللي يكونوا فيها، فتحديد وقت معين ما فيه. لكن يعني انا اذكر وانا ما في اللحظه هذه يعني ما انسب شيء معين، ان تقريبا في عام 2002 2003 كان اول يمكن صوتيه انتشرت كانت وجوك غنيتها انا وصالح المانعه. انا صراحه لا اجزم هل في احد قبلنا يعني على مستوى الاعلام اللي هو السوشيال ميديا سواء البلوتوث هذيك الايام ولا الوسائل الاخرى عام 2002 2003 قبل حتى مزاين ام رقيبه، هذا اللي اذكره انا. انا ما هنا ما هو باساس اني ارخ شيء معين، لكن فقط لاثبات حادثه يعني صارت في التاريخ هذا فقط. الله يطول عمرك. اشوف انه جواب مقنع، والله يطول عمرك ويسلمك. زين ابو فارس، اللي نعرفه انك مسكت مسابقات كثير وعضو لجنه تحكيم في اعذب الاصوات وفي مواسمه كلها وفي المنكوس، ما حنا في مجال شعري وفي لجنة تحكيم ومسابقة، أنت شاعر ومنشد، نبي رأيك. أنت جيت في لجنة التحكيم في أعذب الأصوات، وش تقول أقوى تلجين، لجنة الشعر ولا أعذب الأصوات؟ وش تشوف التقارن بينها والمستويات في التلجين؟ والله شوف، من ناحية طبعا الشعر له مقومات معينة وأركان معينة، والإنشاد نفس العملية يعتمد على يعني مقومات معينة تكون في المنشد، ولكن اعتقد ان ضروب الشعر انها اصعب. والله مو على اساس الجماعه يسمعون، لكن فعلا بناء القصيده المتكامله فيها اركان كثيره وفيها سبكات وحفكات فيها تلاعب بالالفاظ وهذه امور كثيره، لكن ربما يعني الصوت يعتمد على ثلاث خاصيات او اربع خاصيات بالكثير، بينما القصيده بناء القصيده النموذجيه المتكامله اعتقد انها تحتاج يعني تركيز كبير جدا جدا، وبالذات حتى في اختلاف اللهجات احيانا ربما يكون في اخلال في وزن، يعتقد بعض المحكمين ان في اخلال بينما هي لهجه معينه. بعض اللهجات تنطق المفرده بالشكل هذا عندنا هنا، الجهه الثانيه ما تنطق عندها. هذه من ضمن يعني العقبات اللي تواجه رجال التحكيم، ولكن اللجنه الموجودين الان قدامنا هم يعني من الناس اللي تقريبا زاروا مناطق المملكه كلها ويعرفون تقريبا جميع الثقافات واللهجات الموجوده، وما اعتقد ان شاء الله عندهم اي مشكله. الله يطول عمرك ويسلمك. زين ابو فارس، انا بسالك سؤال كثر الجدل فيه بين المنشدين وبين الشعراء، كونك منشد قوي وشاعر قوي، وش تشوف ان من اللي خدم، المنشد اللي خدم الشاعر ولا الشاعر اللي خدم المنشد؟ طبعا في الحالتين انت بيكون جوابك مستفيد، انت شاعر قوي ومنشد قوي. طيب. وش تشوف؟ والله شوف، هي تعتمد على المتلقي، الشخص اللي تلقى العمل هذا. في ناس عندهم ذائقة مرتفعة، فتلقاه يركز على القصيدة ويعني ويكون معها اللحن مساعد في 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 طريقة يعني استساغته للحن أو العمل أو لا. نفس العملية، إذا كان المتلقي منشد راح يركز على اللحن أكثر منه، لأن أنا أحيانا أسمع ناس يسمعونهم شلات وألقاه مفردة أعرف أنها صعبة ما يعرفها. فاسأل اقول انت عرفت الكلام هذا وش قصده في المفرده هذه؟ يقول له والله ما اعرفها، بس يسمع اللحن وهو على الايقاع اللي قاعد يسمعه لنا. فالعمل المتكامل المفروض انه يكون شعري ولحن واداء يعني من جميع الطرفين، وهذا ترى معرفه ما يبدو بالمسيره، هذا الصحيح. زين ابو فارس، قول لا اله الا الله. انا ابي جواب مقنع يفكني منعطف طريق، قدامك طريقين شاعر ومنشد. في ناس يقولون لولا الشاعر ما غنى المنشد. زين المنشد بيقول لولا المنشد ما كتب الشاعر؟ والله هل الحق يعني والله يا عفان ان انا قلت لك مو بدبلوماسي، والله مو بدبلوماسي، فعلا العمل متكامل، ان المفروض انه يكون
كلمات جيدة ولحن جيد، لأنها سمعت الحان يعني الحان ما شاء الله تبارك الله أداءها كان ممتاز مرة، كانت الكلمات أقل بكثير من قوة اللحن، ولذلك أنا شفتها منتقصة قدامي. فأعتقد أن العمل المتكامل صراحة، الشخص اللي يبحث عن العمل المتكامل لازم يتعب على القصيدة ولازم يتعب على والنجاح يعني 50% 50% تقريبا 50% 50%. الله يطول عمرك يا أبو فارس. عمرك زين. نبي نسمع من صوت كل مبطين منه وكلنا من جماهيره، نبي أنا من أهل الهوى. أنا من أهل الهوى والله قد قلتها كم مرة. نبي نسمعها وحنا من جماهيرها يا أبو فارس. أبشر أبشر. إن كان من يتبع المقفي على شاف من الحسايف جداه عض الأصباعي، أنا من أهل الهوى وقدني على طاف ويكتر راس الطويل وشفت ميقاعي زهقت مزهق طير النافض الراف أقفى من الوكر واستنكر على الداعي. سلامك. الله يسلمك ويطول عمرك أبو فارس وجعل حسن ما ينقطع. اي والله العظيم أبو فارس طلعت وثبت وجودك في شعر المحاورة، وكنت من أشرس وكنت من أصعب الشعراء في المحاورة بشهادة الجميع، وابتعدت يا أبو فارس عن المحاورة ورجعت، لكنك ما رجعت بشيء رسمي، تجي بين فترة وفترة ورغبة، يعني حتى المكاتب والناس يقول يرفض بعض الحفلات. أبو فارس أنت وش سبب رجوعك المتخطف؟ أنت لنت باللي رحت كلك ولنت باللي جيت كلك، علقتنا بين كذا وبين كذا. والله شوف يا عيفان، هي المحاورة صراحة أنا أحبها جدا، وصعب الواحد يعني يتعلق في المحاورة والأجواء حقتها اللي دائم مواكبة لها ويعني وينساها، لكن في مرحلة المراحل كان ما عندي أي مشكلة في أني أحاضر في أي مكان، ولكن ظروف العملية كان مسكت وظيفة صعب يعني تجمع بينها وبين الحضور الشعري بالذات في أجواء المحاورة، وابتعدت تقريبا لمدة يمكن 7 سنوات. 7 سنوات هذه تحتاج أنك تستعيد اللياقة، تحتاج أنك ترجع للأمور كثيرة على أساس أنك تواكب الزخم اللي صاير عقبك، بالإضافة إلى أن يعني أعتقد أن فيه مرحلة أحيانا لازم يوقف عندها الشخص، بينما أحيانا يصير عندك حفلات معينة يأخذك الحنين صراحة اللعب وتلعب وتقدم، مع أن أنا أعتقد والكلام هذا يمكن يقوله أحد غيري ثاني، أن الآن اللي كان يلعب قبل 10 سنوات ما عاد يقدر يلعب الآن. الآن مستوى المحاورة ارتفع إلى درجة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، طلع جيل جديد ارتقى بالمحاورة إلى درجة لا يمكن تخيلها، ثقافة المفردة، ثقافة العلوم المحيطة، يعني الآن منه كان المحاورة كانت بحتة يعني غارقة في الكلاسيكية، يعني مفردات شعبية وهموم شعبية. الآن ما شاء الله شعراء محاورة يناقشون هموم الوطن العربي، هموم الاقتصاد، هموم جميع الأمور اللي تتخيلها في الأخبار في أي قناة إخبارية تلقى الشعراء يناقشونها وبدرجة عالية من الاحترافية في المفردة وفي الأداء وفي تحديث الألحان، ما شاء الله تبارك الرحمن. راحت علينا، ما عاد أقدر ألحق على الربع ذول. الله يطول عمرك. هذول من رموزهم أكيد. الله يطول عمرك. زين يا أبو فارس، كنت في الإعلام يوم الإعلام صعب، وأنت في الإعلام الآن يوم الإعلام سهل. يمكن بعض النجوم اللي الآن طلعوا في مواقع التواصل وطلعوا في السوشيال ميديا، أنت لحقت على المجلات ولحقت على الأمور اللي كان الطلوع فيها صعب جدا. وش تشوف بين الحقبة ذيك والحقبة ذي؟
لا فرق كبير، فرق كبير. الآن طول عمر السوشيال ميديا مو هو على مستوى الشعر وبس، الآن السوشيال ميديا خدمت حتى الاقتصاد، خدمت طول عمر السياسة، خدمت كل شيء، كل شيء الآن يستخدم في السوشيال ميديا. فعلا كان في صعوبة من أول في الخروج، وهذا ترى الآن اللي قاعد تشوفه الآن من الشعراء اللي طلعوا الآن على الساحة، لأنه كانوا من أول مكبلين في 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 إرادة مجلة معينة أو جريدة معينة أنها تلقي الضوء على الشخص الفلاني وتلمعه وتقدمه. هذا شيء أكيد الإعلام له دور كبير في تقديم الشاعر بشكل معين. الآن ما شاء الله تبارك الرحمن القنوات اللي الإعلامية اللي تساعد الشاعر صار لها تعد وتحصى، سواء على مستوى المقروء أو المشاهد، وما شاء الله تبارك الرحمن. يعني أعتقد أن الآن إنه في نحن في أوج يعني التقدم الشعري وعز الشعر الآن تقريبا في الوقت هذا حاضر. الله أكبر. يعني مواقع التواصل خدمت جميع المجالات، خدم كثير، تقدم الشخص حتى تقدر تحكم مع بعض الناس، تشوفه مغلف يمكن يجي في إطار يعني معين أنه شاعر ويروح وراه، لكن السوشيال ميديا توضح الرجاء على حقيقته حتى في كيف تتعامل مع الناس اللي يتابعونه وكيف ردود أفعاله، هذه تبينها السوشيال ميديا، يعني صارت حاجة مهمة في حياتنا. الله يطول عمرك أبو فارس. زين أبو فارس أسألك سؤال، الإنشاد وكان تحكيمك فيه، وكان فيه أسماء، في ناس يقول المسابقة إذا جاها الشخص أو جاها سواء شاعر أو منشد أو أي صاحب موهبة نجاحه وطلوعه بناء على الشخص اللي قدامه، إذا مدحك نجحت، إذا عقب عليك خفست. يعني بيمكن في أنا عفان أشارك في مسابقة سواء شعرية أو إنشادية، أقول إذا ما مدحني شاعر عيافي وما مدحني مدحوني لجنة التحكيم ما عادني منطلق، خلاص هذه تعتبر منعطف أخير لي. هل في ناس جوكم ما تأهلوا وطلعوا برا نجوم شفت لهم أصداء؟ شوف هذا شيء أكيد، شوف هذا الشخص اللي عنده مادة محترمة يقدمها، هذا مستحيل يعني يسيطر عليه لجنة أو مسابقة. في ناس طلعوا من المراحل الأولى مسابقات كبيرة وطلعوا على الساحة ما شاء الله وفرضوا أنفسهم، وفي ناس لمعتهم المسابقات هذه وخذ المركز الأول الثاني الثالث وتبخروا بعد هذه المادة. الأكيد الجيدة اللي يقدر الشخص اللي يقدمها ويقدم نفسه من خلالها كفيلة في أن تقدم الشخص، أما مسألة بعض المسابقات يعني لا تهضم الشخص، ما أعتقد الكلام هذا صحيح. الشخص اللي عنده مادة حقيقية راح يطلع أكيد. الله يطول عمره. قول أبو فارس اللي عنده مادة قوية ويقدمها في جميع المجالات سواء في مسابقة أو غيرها، ما حصلت على المركز مادتك هي اللي تخدمك، صح؟ سواء لم أحد ولا ما لم أحد، أنت بمادتك وبتواجدك وبمحتواك اللي معك هو اللي يقدمك للجمهور. الله يوفق الجميع. زين نبي نطلب منك قصيدة يا أبو فارس اللي يقوله والله لولا طيبنا اللي ورثناه. يلا هم خراجنا من الضيق، يالله العمر ولا بين عدل ومايل عيار دي الحظ تضحك ثناياه محالته تجذب عليه الوبايل القاع رمضة والسماء قاضب ماه والريق يابس ما حصل له بلايل والليل يشعانا من أدناه لقصاه وعيوننا للنوم قدها غلايل في اليم فتق للصبح نور ولمحناه جينا مجي مزرفلات الرحايل وطروقنا من جور بقعة مخلاه وحمولنا تصعب على كل شايل نجيبها منا ومنا ومناهم بالكركاب الشقاء للحمايل ونقودها بالصبر والوجه والجاه من قبل لا يفرح بها كل عايل خبل لناش العلم برك مطاياه بيجيله مع اهل الضول ضايل خبيث نفس وناقل انداه برداه يضحك ليه صكت علي الحبايل وانا بمر من ترجي الناس حسناها مر من توه وعينه اتخايل واقول قولوله أمر من توه عينه تخايل وأقول قولوا له ترى العلم ينصاه لي أنا شدكم ويشني فيه قايل والله يا لولا طيبنا اللي ورثناه ما كان تأخذنا الحيل والدغايل نضحك وكان اللي حصل ما فهمناه وحنا نشوف الكل خملة دلائل نرضابها من قولت واحد الله ما الله جملنا مع أهله الجمايل أنا أشهد أن الصبر تحمد سجاياه ويحول دون المعضلات الجلائل ما راح قلنا روحة مقيط ورشاه وما جعدنا نابع عوج كل المايل سلامتك. الله أكبر. الله أكبر. صح الله لسانك أبو فارس والله يطول عمرك ونعمي والله ونعم عليك. زين
أخوي مرهب عنده كلام، مش عندك أبو فيصل؟ طلب بسيط طال عمرك إذا تنازلت لنا. أوامر يا أبو الله يطول عمرك. نبى صوت المهرة اللي تل قلب تل الرسل. طيب والله ماني بخابرها يا أبو فيصل. من هي له؟ لمحمد يغنيها محمد. محمد يقول جاء عقب البيض بيض مفقع. محمد هذا السكر والله ماني بحافظها. طيب ولا الساعة المبروكة. طيب يا فاطري. ها؟ يا فاطري. يا فاطري. فاطري. يا ليلى لا ليلى لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 لي فاطري عافت المسرى وعافت مسيري لين خليت حبل خطام في رقبتها لين خليت حبل خطام أتعزم على المسرى وعزمي كسيري حرت الرجل والقشرة بي دارها متها حارت الرجل وال بس يا ابو فيصل خلاص الله يطول عمرك. ابو فارس الله يخلي لك عيالك ويطول في عمارهم. وسال قبل شوي ابو فيصل سؤال وبنيت عليه سؤال انا، ولا قصورهم فيهم كلهم نجوم وانا من جماهيرهم كلهم، اولهم فارس حاضر معنا اليوم الله يطول عمره ويسلمه، خالد والغاوي بالاخوان مندل وكلهم نجوم وفي الساحه مؤثرين. ففي مجال الانشاد من تشوف من عيالك الخليفه لك؟ اول شيء انا شوف صراحه انا ما احب احد يقول انت منشد، يعني والله ماني منشد ولا احترفت الانشاد، انا والله مثل الحين الله منشد وملجن انشاد والدنيا كلها. انا حتى والله ما احب ان احد يقول انت منشد، لكن ولا ابغى احد يقول من خليفتك في الانشاد. العيال الله يهديهم دخلوا الانشاد والله ما كنت ابغاهم يدخلوا صراحه، ولكن احيانا تحتاج انك تعطي يعني ولدك مساحه من الحريه يحدد مسار معين في حياته ومن ضمنها الانشاد. اعتقد انهم ناصر ومحمد يعني كلهم قدموا، محمد يمكن توفق بحيث انه يعني صار له اسلوب معين وقاعده كون من خلال قاعده جماهيريه. ناصر صوته جميل جدا لكنه مقل والحظ راح لمحمد. ولا انا اشجع ناصر اكثر من محمد. الله يخليهم لك الاثنين كلهم محمد وناصر. بارك فيك طول عمرك. احنا في برنامج شعري وفي برنامج في بطن برنامج احنا عندنا شاعر مبدع والدين ضيفنا ولجنتنا يستمعوا له من الشعراء اللي كان بيشاركون في البرنامج ولا حالفهم الحظ، بيقوم يا ابو فارس ويا لجنه التحكيم يسمعكم قصيدتن عنده ونبي رايكم وكلامكم فيه، هو يستاهل. مهذل مناحي الأسلمي مرحبا ومسهلا. يا مرحبا ومسهلا يا مناحي الله يطول عمرك. السلام عليكم ومساكم الله بالخير. السلام. أول حاجة مرحبا بكم جميع، لجنة التحكيم مرهب القومي وفالح الغنامي ومعتق العياضي، وكذلك لا يفوتني أن أرحب ضيفنا شايع العيافي. أنا الشباب طلبوا مني بيتين. أول يقول حكمة حنا برنامج شعري، يقول الشاعر اللي ما يجيب أي شيء جديد ويحسسك أنه لمنه جاب أفكاره اللي تنتصور بالقصيد تشبه تصوير الجالكسي بسناب. لا سلمي نبي قصيدتك اللي يقول ولا معجبة أبيهم يسمعونها. الله الله. يقول الزحمة الحاصلة بالساحة من سنتين لاحظت فيها كثير من المشاعر شبه محتاج لي وسطها كمامة وأكسجين، وكل ما كتبت الشطر قلبي يقول انتبه ما أحب بشخصيتي أقلد الآخرين، وشلون أكون المقلد بالشعر واكتبه متابع بشكل جيد لأغلب المبدعين، واللي قرب له زميل اللي ما أحب أقربه، أنا احترامي لحقوق الفكر والناشطين لو كنت مغمور شرهتهم علي أحسبه، وقفت دون النجومية وعيبين نجم مسافة نجاحه بس كم معتبه قعدت أحاول على الشهرة وعية زين قصدي من الغاية اللي من وراها طلبه مع أن طبعي يحوشه بعض الأحيان شين مشاعري في لساني معرفة تسذبه خلتني
أترك شفوفي بين لحظة وحين، والشاعر يعاف لا من شاف ما يغضبه. الشهرة اللي ضرايبها ما هي باليدين، لها عواقب على نفوس البشر متعبة. تمر بالصادقين في شارع الكاذبين، عليهم الصوم أو إطعام ذي مسقبة. شكوك عندي يخلي عندي من اليقين، عندي سؤالين ما عندي لها أجوبة. واجب على الشاعر يكون الوحيد الحزين، ولا يكون الجميل اللي جماله هبة؟ أنا عشان أنجح أجيب الوسامة منين؟ أنا عشان أنجح أجيب الوسامة منين؟ بديت أشك إنها جزء من الموهبة. إذا على الشعر عندي واجد المعجبين، وإذا على الشكل ما عندي ولا معجبة. أبو فارس وش تقول من ناحية الأسلمي؟ أقول إنه جامع الثنتين، الوسامة والموهبة. الله يطول عمرك ويسلمك. لجنة التحكيم، أبو فيصل رأيك في الشاعر مناحي الأسلمي؟ أنا والله أقول مناحي شاعر خطير، ولو جانا هنا يمكن يجي عند المتسابقين قومه وقعده. يستاهل يستاهل. أبو نجا، أبو زياد وش يقول؟ والله أنا حفظت بيته، يقول إذا على الشعر عندي واجد المعجبين، أنا سجلني واحد من المعجبين. الله يستاهل. أبو منير معتق العياضي، صح لسانك يا مناحي، وشهادتي فيه مجروحة، هو صديق قديم وكان معي ومتواصل معي، لكنه منقطع لك كم شهر والظاهر أنه جاي معجبات واجد. صدري وتاجن على راسي، لا خلا ولا عدل. قبل الله يطول عمركم، قبل نختم حلقتنا مع ضيفنا الشاعر الكبير، قبل نختم حلقتنا مع ضيفنا الشاعر الكبير أبو فارس، نبي نطلب منه طلب واحد. إذا تبي تهدي الجمهور شيء من الصوت، حنا اليوم نبي ناخذ منك الصوت، وش تبي تهديهم؟ والله ما عندي صوت، أنا ودي تعذروني يا عفام الصوت، أنا ما ترى يمكن قابلني يوم من شباب، ما عادي من الأول. زين قصيدة، ما نخليناك من ذي ما نخليناك من ذي. بعطيك، أنا أحب صراحة أحب الرتويتيات لأنها أقل، والناس ما عاد يبغون القصايد الطوال. لضاقت الدنيا بقل التوافيق، لا تشتكي للناس من ضيق الأحوال، عنز على الخالق وخل المخاليق، ويجي لها من والي العرش حلال، بكرة يجي للضيق من فارج الضيق، علم يسر وفرحة تشرح البال، لو الفرج عند الرخوم المطافي، ما عاد عينا على الرزق مدخل. الله الله. في ختام حلقتنا لهذا اليوم وثاني حلقات شاعر القمة، نرحب بضيفنا الشاعر الكبير شايع العيافي، ونشكره على الحضور والتواجد، أحد الرموز والداعمين ووجوده اليوم دعم للبرنامج. مرحبا ومسهلا يا أبو فارس، كلمة الختام عندك طال عمرك. والله الحقيقة أنا اليوم صراحة سعيد جدا، ولا يمكن فيه يعني مفردات راح تعبر عن إحساسي الآن. والله العظيم الكلام هذا ترى أقوله أنا صادق، ما هو بإنشائي، لا بحضور إخواني اللي مبطي منهم، ولا بالجو العام في المسرح هنا، ولا في تواجد حضرتك يا عيفان. وأتمنى أني قدمت لو شيء بسيط من الناس اللي الناس توقعونه، مع أن والله ما عندي شيء، كل اللي جبت اليوم كله تقريبا معاد. الله يعطيكم العافية، ولنا إن شاء الله ويكم لقاء على دروب التوفيق إن شاء الله. الله يطول عمره. نشكر ضيفنا على تواجده ومرونته وإبداعه اللي هم مستغرب منه، اللي حنا أحد جماهيره من سنين، ما هم من سنة ولا سنتين. ننتقل إلى المقدم سلطان اسمي مع الشعراء له لتواصل الحلقة ولإكمال الشعراء الباقين وتقييم لجنة التحكيم وإعلان عن الكرت الذهبي. مرحبا ومسهلا ومتمسون على خير. مرحبا زميلي عيفان، شكرا لك، شكرا لضيفك الشاعر والمنشد الكبير شايع العيافي. نعود إليكم في جزءنا